Hello, my dear students. How are you today? Today, our lesson about revision to unit 2, يلي هي عم تحكينا animals and their habitats. قبل في unit 1 كنا عم نحكي عن plants. حكينا plants كيف هي بتعمل develop شو needs لإلها كيف بتعمل photosynthesis process. حكينا عن الريسبيريشن عن الديزرت بلانت عن الاكواتيك بلانت. اما اليوم باليوم الثاني عن الانيمال عن بير هيبتكس. فيرست عندنا الشابتر 1 اللي هو النيوتريشن باترنز. شو يعني؟ عندنا هون جمله شفتنا انيمالز هاف 3 فود بايتس. عندنا الانيمال عندهم ثلاثة food diets. أول جروب منهم لهالأنيمال اللي هم first group. Some animals feed on plant food. Some animals بعض الحيوانات feed on plant food. الفود تبعهم بس بيكون plant. Green plant بس plant. هدول شو بيكون اسمهم؟ هالأنيمالز هدول بيكون اسمهم herbivores. شو بيكون اسمهم؟ herbivores. شو معنى herbivores؟ herbivores هم الانيمال feed on plant food. طيب شو بنسميهم هذول الانيمالز يلي بياكلوا بس plant؟ بنسميهم herbivores. مثل مين؟ مثل الرابت، cow، horse. بنشوف انه هذول مثلا مثل cow، rabbit بياكلوا بس شو الفود تبعهم؟ بس plant. ماشي؟ شو بيكون اسم هدول؟ بيكون اسمهم herbivores. ثاني جروب من هالانيمالز هدول اللي هم شو بقولنا؟ some animal eat other animals. يعني هدول الحيوانات بياكلوا other animals، يعني بياكلوا حيوانات ثانية. مين هن هدول؟ شو بنقول لهم؟ أو مثلا هن الانيمالز يلي بياكلوا meat. مثل مين؟ هدول شو بنقول لهم الانيمال؟ بنقول لهم carnivores. شو بنقول لهم؟ carnivores. شو مثل مين؟ مثل lion, tiger, shark. كل هدول شو بياكلوا؟ بياكلوا other animals. بياكلوا other animals صح؟ شو بنقول لهم هدول؟ بنقول لهم carnivores. اما يلي بياكلوا plants شو بنقول لهم؟ herbivores. الانيمالز يلي بياكلوا other animals or meat شو بنقول لهم هدول؟ carnivores. اما في الثالث او ثيرد جروب مثل مين؟ هن هن يلي بياكلوا eat both vegetables and animal food. يعني بياكلوا plant وبياكلوا animal او بياكلوا meat. هدول شو بنقول لهم؟ بنقول لهم omnivores. شو بنقول لهم؟ omnivores. شو معنات omnivores؟ هن الانيمالز يلي بياكلوا شو؟ plant و other animals او بياكلوا plant or meat. Plant and meat. مش or and meat. بيأكلوا الاثنين. أما الherbivores يعني بيأكل plant only. Carnivores بيأكل other animal only أو كنا نقول بيأكل meat. أما الomnivores بيأكل الشغلتين اللي هو meat plant and animal أو plant and meat. فأنا شو بنقول لهم هدول الانيمال؟ بنقول لهم omnivores. شو بنقول لهم؟ omnivores. مثل مين؟ مثل البير، بوغ، مونكي. مثل البير بياكل مثلا جرابس وبياكل فيش. كم شغله بياكل؟ تنتين. جرابس هو فيجيتابلز او بلانت، والفيش هي اذر انيمالز او ميت. شو بنقول له هذا؟ اومنيفورس. الرابت هون بياكل كاروت. كاروت شو بنقول له هذا الرابت؟ بنقول له هيربيفورس. اللايون هون خلينا نقول انه عم بياكل عم بياكل مثلا other animals. لما عم بياكل other animals او مثلا الشارك هون عم بياكل شارك، انه عم بياكل فيش، عم بياكل other fish. فهاد شو بنقول له؟ carnivore. شو بنقول له؟ carnivores. هلا بعد ما حكينا نحن على three food diets اللي هم carnivores, herbivores و omnivores. carnivores هم اللي بياكلوا other animals، herbivores اللي بياكلوا plants، أما الأومنيفورس اللي بياكلوا plant and animals. هنحكي على type of teeth. على types of teeth. شو معنى
معنى كيف من خلال الصور نعرف إنه كيف معناتها، كيف معناتها أسنان. أما types أنواع الأسنان، type of teeth بدنا نحكي هلأ بعد ما حكينا عن الطريقة في الدايت، هنحكي عن type of teeth. أول type من الطريقة عنا إياهم اللي هو أول types عنا إياه incisors. incisors مثل ما عم نشوف في الصور هون، incisors شايفينها؟ هذا شو منقول لهم؟ incisors. شو هدول؟ are used for cutting food. The incisors are used for cutting food. اتفقنا؟ ثاني تايب عنا اياه، ثاني تايب عنا اياه اللي هو كانن. كانن مثل ما عم نشوف بالصورة، كانن شايفينه؟ are specialized for tearing meat. for tearing meat. ثالث تايب من هالانواع عنا اياه مين؟ ثالث تايب عنا اياه من هالتيف هو مولارز. مولارز اتفقنا؟ are used for grinding food. molars اللي هم بيكونوا من هون، molars. اتفقنا؟ نرجع من اي كم types عنا من الشيف؟ انه ثلاثة. incisors are used for cutting food. incisors are used for cutting food. cannon are specialized for tearing meat. اما ثالث جروب او ثالث types عفوا بنقول له molars. molars are used for grinding food. are used for grinding food. هدول بنقول لهم molars. اتفقنا؟ نرجع من عيد الـ 3 food diet شو كانوا عندنا؟ كانوا عندنا herbivores, carnivores و omnivores. herbivores used for herbivores the plant, the animal يلي بياكلوا بس شو plant only. carnivores plant eat meat or other animal. اما الـ omnivores eat plant and شو eat plant and other animals or meat. بعد ما خلصنا من الـ 3 food diets يلي عند الـ animals، حكينا عن الـ types of teeth اللي هم incisors, canine ومولد. الـ incisors are used for cutting food. are used for cutting food. شو معنى cutting food؟ معناتها لحتى نقطع الأكل. canine are specialized for tearing meat. لما نسمع كلمة tearing meat معناتها في شيء فيه شو ميت. مين بياكل ميت بس؟ اللي بياكل ميت هو الكارنيفور اللي هن معناتهم هون انياب شايفينها. اما ثالث شيء عندنا مولارز. مولارز are used for grinding food. بنستخدمها لحتى نعمل grinding. شو معناته grinding food؟ طعام. اما grinding معناته شو؟ طحن، لحتى نطحن الاكل. اتفقنا؟ طيب عم نشوف نحن 3 بيكتشر عندنا هون شايفينها. ثلاثة بيكتشر أو 3 documents. أول بيكتشر عنا إياتها هون عنا ليون. عم نشوف إنه عنده هالليون كنن ومن جوا عنده مولارز. هذا الكارنيفور أنيمال بيكون عنده كنن ومولارز. الكارنيفور أنيمال حيكون عنده كننز مولارز. أما هون شايفين عنا مونكي. المونكي نحن حكيناه إنه هو أومنيفور أنيمال، صح؟ اللي هو أومنيفور أنيمال بياكل plant and meat. بده يكون عنده شو شايفين هون؟ انياب. شو بنقول لهم؟ كنن. عنده هون شو؟ عنده هون incisors وورا حيكون عنده molars. يعني الاومنيفورس عنده the three types of teeth اللي هن incisors, كنن, molar. فانا الكارنيفور عنده incisor ومولار، عفوا عنده كنن ومولار. اما الهيربيفور انيمال عنده شو؟ عنده انسيسور مثل ما عم نشوف قدام. شايفين عنده كانن شيء؟ الهيربيفور لا، ما عنده كانن، عنده انسيسورز وعنده شو؟ مولر. وهيك بكون وصلنا لنهايه الريفيجن اليوم. ثانك يو فور لسننج مي.